عمرو دياب يتألق في حفله الأخير بجدة، قدم ميدلي من أغاني أشعل حماس الجمهور. الجمهور تفاعل مع أغانيه وكان الحفل من أنجح حفلاته. أحيا الفنان عمرو دياب مؤخراً حفلاً في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وذلك على مسرح بنشمارك. شهد الحفل إقبالاً كبيراً من جمهور ومحبي الهضبة في المملكة العربية السعودية، وبدأ الحفل بتقديم أغنيته الشهيرة يانا يلا، ثم قدم بعدها عدداً كبيراً من أغانيه الشهيرة. وكانت المفاجأة التي أشعلت حماس الجمهور هو تقديمه لميدلي من أشهر أغانيه القديمة. عمرو دياب ارتدى في الحفل ملابس كاجوال بسيطة تناسبت مع الأجواء، ففضل تيشيرت من اللون الكحلي ونسق بعض الإكسسوارات التي تناسبت مع اللوك، وتصدر اللوك ترند مؤشرات البحث، خاصة وأنه ارتدى حلقاً ضمن أزيائه. عمرو دياب أحيا مؤخراً حفلاً ناجحاً في الغردقة بمصر ضمن حفلات عيد الفطر المبارك. شهد الحفل حضوراً كبيراً من نجوم ومشاهير الفن، كان أبرزهم يسرى وهالة صدقي وبنات أحمد زاهر. تفاعل عمرو مع أصدقائه الموجودين في الحفل، أبرزهم جولي بكر، وهنأهم بنجاح مسلسل جعفر العمدة الذي تصدر الترند خلال عرضه في موسم رمضان 2023. ومن المفترض أن يقدم عمرو دياب خلال موسم صيف 2023 العديد من الحفلات الغنائية، لكنه حتى الآن لم يكشف عن خطته وجولاته الغنائية خلال هذا الموسم.